سجل تحياتنا للضيف العزيز الصديق الحبيب أبو خالد خريطة. هذا الرجل اللي له في قلبي أنا وقلوب كل من يعرفهم أجل الاحترام والتقدير. أبو خالد عزيز علينا ولنا سنوات طويلة، يعني قدم لنا خدمات لا نستطيع أنه نكفيه عنها. الله يبارك مهما فعلنا. الله يشفي لهم خالد. اعطينا الورقه قلنا يلا نشوف. لا النابع محتاج طيران عندنا شبال يا غيران وفيها شيء محتاج. تصدق ترى عاد لما نجمع جموعه خلي يعبون ولا نجمع صلحنا رديم هذا. Thank you.